الله الرحمن الرحيم. احنا في بصدد حضور واحد الجمع، جمع مهم جدا اللي كتقودوا واحد مجموعه ديال جمعيات المجتمع المدني، واللي شرفونا بالتكتل ديال الجميع ظل المحنه اللي كتعيشها مدينه القنيطره، اللي بسبب سوء معامله شركه لا كرامه اللي حقيقه اضاق مع السكان الامرين، طلبه، عمال، عائلات، وبالتالي بات لزاما علينا اخذ الامور بكل جديه كفاعلين جمعويين للترافع حول هذا الموضوع الذي اثقل كاهل الساكنه واثقل واسال العديد من الاقلام اللي كتبت بكثره، الا انها اصطدمت بالتعنت ديال الشركه اللي نظرا لتعنت صاحبها وواحد المجموعه ديال الاختلالات اللي ترصدت. وفضل التقرب ديالنا من المجلس البلدي كل الاختلالات اللي كانت تسجلت على الشركه هي مرصوده، وكانت موضوع ديال غرامات اللي مسجله على الشركه، وكل هذه المعطيات جعلت من الشركه انها تعطي نتائج عكسيه واداء عكسي معاكس تماما للتوجه اللي رسمته المدينه لفائده الساكنه ديالها. وبالتالي فنحن مجندون للقطع مع هذه الاساليب، ونحن مع تعدد شركات استفادة شركات متعددة خدمة للساكنة المحلية، ونحن كذلك مع المجلس في متابعة هذه الشركة، وقضائيا إن اقتضى الحال قضائيا لاسترداد وأخذ الثأر للساكنة المحلية التي أعانت كما قلت الأمرين، وشكرا.